عشاق العريكة الذين يذهبون إلى المطاعم والمخابز بحثا عنها وتناولها، هذه مشاهدينا الكرام طريقة لكيفية صناعة العريكة في المنزل مع الشيف قدرية العولقي. اليوم أنا بقدم لكم حاجة كده حلوة اللي هي العريكة. معنا هنا ملعقة ملح، لبن نقص قليل عشان ما تزعلوش، هي معنا كوب مي عشان نذوب الملح. هنا شوفوا 3 أكواب دقيق أسمر، واحد أبيض. هنا شوفوا معنا ملعقة سمن. يلا ونقول بسم الله ونبدأ. اللهم صل على النبي. احنا عملنا كوب، وهذا الآن الكوب الثاني، ناخذ منه شوية ونشوف. شوفوا كيف العجينة، يعني ما تكونش، لا تكون سائلة مرة واحد ولا تكون يعني قوية مرة واحد، معتدلة. شوفوا المي زاد منه ربع الكوب. العجينة كلها قسمناها 5 كرات، تمام. بعد ما تعجني ما تخليه عاد يرتاح ولا تخليه يجلس ولا يتأول، على طول بس تاخذي منه وتخبزيه على طول. شوفوا 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 يا حبايبي كيف استوى، ما شاء الله ما شاء الله، انتفخ كأنه لا رغيف ولا فيه شتوة يعني خميرة ولا فيه شيء، ما شاء الله حلو. بناخذ حقنا الخبز، قصقصه كده ونعمله في مفرمة الطعام، وناخذ فوقه تمر. بنعمل عادنا ايش؟ السمن. بسم الله. الآن خلاص نسكبه. ناخذ هنا قشطة، بنسكب ايش بعده؟ بنسكب الفتة، ونعمل قشطة، قشطة بقشطة. والآن الخبز، الحين نفس الشيء، بنسكب القشطة، الآن بنعمل قبل كرافت رقائق الذرة، تمام. الآن بنعمل الكاجم، أعمل لكم الحلى المكثف شوية، تمام. الآن بنعمل العسل، أنا بعمل لكم من ده قليل من ده قليل، وأنتم بعدين أعملوا اللي يعجبكم. شوفوا إيش زاد، زاد هنا نص من حقنا الفتة. نحنا نعملها بهذا الشكل، نجيب الخبز، بس الخبز نلوحه، وبعد ما نلوحه نخلي برضه يرسخ شوية ونخبزه ونفته، ونفته بالتمر والسمن. هذه نقول لها نحنا فتة التمر، حق المخبازة حق عدن، وحق البيوت، نحنا في البيوت نعمله، اللي نعمله بس نرشه بالسمن، وقضى معجون برضه بالسمن والتمر، وصلى الله على محمد. وهذه شوف فين الحلا. قارنوا فين الحلا، اكيد بتقولوا ده الحلا، لكن الصراحه والله حد ده خفيف وسهل، كله جميل وكله حلو، وان شاء الله نلتقي بطبخه احلى من كده.